السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة في كل مكان، اللي هنا واللي داخل واللي على برا واللي وصل واللي باقي حاصل، وتحياتي لبنات الأصل. أما في تفاصيل هذه الحلقة اليوم جينا نهضروا على واحد الجريمة اللي هي بشعة. كما شفتوا الأونة الأخيرة، شفتوا المرحومة لبنى اللي تم توفيت وتم القتل ديالها ورميها في البئر. نفس الجريمة إخواني أخواتي الكرام تمت في سيدي يحيى بن زعير لواحد القاصر اللي كتبلغ العمر ديالها 16 سنه. وهنا اخواني اخواتي الكرام اللي غادي تعرفوا الحقائق اللي غادي تصدم المغاربه. يا رب العالمين يجعل هذا الشيء حد الباس، لانه ولينا نسمعوا جريمه مور جريمه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولكن قبل ما غادي نبداو تفاصيل هذه الجريمه الحلقه هذه، وبقاو معايا حتى الاخر وشوفوا الفيديو حتى الاخر اخواني اخواتي الكرام، وكلمة تبخلوش علينا بلي لايك، تبخلوش علينا بالبارتاج، واللي شافنا جديد يشارك في القناة، ومرحبا بكم ومرحبا حتى المتتبعين الكرام ديالي القدام. قبل ما غادي نبداو هذه الحلقة بغيت نحط لكم واحد القنوات اخواني المشاهدين اللي يستاهلوا الدعم، نتمنى ان شاء الله كاملين تدخلوا عندهم وتدعموهم وتخلي لهم تعاليق وتخلي لهم لي لايك وتقول لهم حنا جينا من طرف سيمو جيرماني بلوك. اما في تفاصيل هذه الحلقة، هزت جريمة مروعة وبشعة شهدت تفاصيلها الجماعة الترابية بسيدي يحيى زعير. امس اخواني اخواتي الكرام ليلة العيد، ليلة ديال المولد النبوي الشريف، راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر اللي تبلغ من العمر ديالها 16 سنة. وهكذا فقد تعرضت الفتاة المنحدرة من دوار بالمكي بتمارة لجريمة قتل بشعة، حيث عثر على جثتها ملقاة قرب واحد الخيمة. يعني لقى واحد الخيمة إخواني المشاهدين، هذه الخيمة صغيرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي ملطخة بالدماء وهي في واحد الحالة يرتالها، واحد الحالة يعني كما نقولوا بشعة. وقد تم تحديد الاسم ديالها، كي داروا عرفوا الاسم ديالها اخواني اخواتي الكرام من خلال الوشم، كان واحد الوشم في الجسد ديالها اخواني اخواتي الكرام، من خلال الوشم الموجود في جسدها، وهي اللي سميتها اخواني المشاهدين سميتها منى. يعني لا حول ولا قوة، يعجز اللسان عن الكلام. وتعتقد مصادر من عين المكان، هذه المصادر إخواني أخواتي الكرام من عين المكان، أن تكون ظروف الجريمة مرتبطة بجلسة حمراء إخواني أخواتي الكرام، يعني كانوا مقصرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مهم، كانت الضحية رفقة شباب من سيدي إحياء زعير، كانت مع شي شباب إخواني المشاهدين يمكن هما اللي بنات أولاد إخواني أخواتي الكرام. من بعد هاد الشيء هذا يعني واحد الزوج ديال البنات مشاو كما نقولوا للاخر المخفر ديال الشرطه، واللي كانوا معاهم اخواني اخواتي الكرام، وعلموا الشرطه اخواني اخواتي الكرام بهاد الجريمه، اللي قدموا راسهم اخواني اخواتي الكرام، قدموا راسهم بهذا المفهوم هذا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مهم، ليله حمراء كانت بيناتهم، لا ما زال دركي الظروف ديال هاد الجلسه خمرية والظروف ديال هاد الجريمه هذه، ما زال اخواني المشاهدين ما عرفنا الحقيقه الكامله ديال هذه، غير من مصادر اخواني اخواتي الكرام اللي كما نقولوا يعني مصادر من الصحافه اخواني اخواتي الكرام. مهم، كانت الضحيه رفقه شباب من سيدي زعير، وتم اخبارهم اخواني اخوتي الكرام بالواقعه، تم انتقال الى عين المكان، ومشوا اعوان السلطه وعناصر الدرك الملكي الذي فتحوا تحقيقا اوليا لتحديد المعطيات الاوليه المرتبطه بالفعل الجرمي، اضافه الى افراد الوقايه المدنيه الذين نقلوا الجثه الهالكه الى مستودع الاموات في وفق إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة. ولا زالت تفاصيل الجريمة المروعة غامضة. المهم بداوها للتشريح الطبي باش يشوفوا إخواني أخواتي الكرام باش ماتت. إخواني المشاهدين ما نطولش عليكم هذا الفيديو، إلى فيديو قادم إن شاء الله، وهنا يحد الباس يا رب العالمين. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة، تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد.
وان شاء الله الى فيديو قادم يا رب العالمين. وهذا ان شاء الله يا رب العالمين هز علينا هذا الوباء وهز علينا هذه الجرائم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. واللي ماتوا الله يرحمهم ويرحم جميع الموتى اخوان المشاهدين المسلمين. تحياتي لكم. القاصر اللي توفات في ظروف غامضة واللي الجيران والأسرة والكل باقي تحت تأثير الصدمة اللي كيقولوا من بعد الاختفاء ديالها اللي دام أكثر من أسبوع. الآن كنسمعوا خبر ديال الوفاة ديالها اللي نزل علينا كصاعقة. طبعا وحنا يا أمام الجنازة ديالها الجيران اللي كيقولوا كانت مختفية في ظروف غامضة والكل يعني كيبحث عليها. في الأخير قالوا لنا باللي لقاوها ميتة في واحد المكان كان اللي يلقاو فيها اطراف اللي تخاص ديال الاعتداء. وكاين اللي كيقول باللي حقا غير طاحت يعني مازالت اسباب ديال الوفاه ديالها مازالت مجهوله الى حدود الساعه. هنا غنشوفوا اولاد الجيران الحي ديالها اللي تصدموا بالخبر ديال الوفاه ديالها. كي جاكم الخبر ديال الوفاه ديال شيماء؟ اختي ما نكتبوش عليك الوفاه، كان جد مفزع علينا الصراحه. ما فهمناش حتى تصدمنا في الصباح كتلقاو الخبر ديالها باللي راه طاحت. وهذا هو الخال ديالها. البركه في راسكم خويا. الخبر ديال شيماء بعدا كاينه الله الخبر ديال الوفاه ديال شيماء هو اثر في المغاربه كاملين والكل كيقول انت تفضل انت معنا على المباشر. تفضل بغينا نعرفوا غير شنو هو المستجدات في القضيه ديالها. الله يبرد عليكم الله يصبركم. صحيح ان تفضل نتبعوا المسطره قانونيا. فهمتي هذا الشيء ديال الله. بالنسبه غير الاشاعات اللي باش نوضحوا كاين اللي كل واحد شنو كيقول غير وضح للراي العام شنو كاين. الناس عندهم وليداتهم ولا كيخافوا عليهم، الناس ولا كيتخلعوا على بنياتهم. وضح للراي العام شنو كاين. الراي العام هو ان هذه المسطره هذه بغات تضمص على حساب الانتخابات بلا تجاوز، على حساب الانتخابات وعلى الامور هذه وهذه المسائل اللي وقع دابا في البلاد. القضيه بحال الجندارم الدرك الملكي بغاو يحيدوا عليهم المسؤوليه، فهمتي؟ دفعوها للوكيل العام، داك الشيء تدمص بيناتهم ولا الله اعلم. قالوا بان البنت طاحت بوحدها. حنا بغينا نعرفوا اول حاجه المسطره كتطبق على انه التغرير بالقاصر، فهمتي؟ كيفاش انت غتوصلها بعد لتما؟ اول حاجه فهمتي. ثاني حاجه حنا كنعرفوا الناس، حنا كاملين وصحيين، حنا الاغلبيه ديال الناس هنا كل واحد عنده واحد، يا اما خوه يا اما ولد عمه يا اما ولد خالته قاتل الروح، فهمتي؟ ولا عين شاف فيها شي عين. عدم التبليغ على الجريمه كتمشي 6 شهور ديال التحقيق، فهمتي؟ عاد انك تكون حاضر في ديك البلاصه وما يوقع والو وغيتسناو شي حاجه. هذا اخويا خليك معايا، هذا هو الاشكال اللي اثر في المغاربه كاملين. كيقولوا كيفاش يخليك كيقولوا كيفاش البنت مختفيه مده هذه المده كلها هي مختفيه. في الاخير فاش لقاوها علاش لقوا الاخرين؟ يعني ما كاينش اختفاء. ما كاينش اختفاء. يعني انتم كتقولوا علاش هذوك تطلقوا؟ كيفاش علاش القضيه تدمصات؟ ما يمكنش القضيه تدمص بهذه الطريقه هذه. هادشي اللي كاين. شكرا لك هشام، البركه في راسكم، الله يبدل المحبه والصبر. هنا الكلمه شنو الرساله اللي كطالبوا نتوما كجيران؟ باقا صغيره بغينا نعرفوا اش وصل، اشنو ياخذوا لها حقها وشنو اللي وصلها حتى لتما كاينه اختي، كيفاش توصلها؟ يعني التغرير بقصير نتوما كطالبوا بالحق ديالها. بغينا المخزن، بغينا المخزن ياخذوا لنا حقنا اختي.